وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا دكتورة ريم بهجت رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية. أهلا بك معنا دكتورة، كل عام أنت بخير. بداية، ما نقاط الارتكاز الأساسية التي اعتمدت عليها الدولة المصرية لدعم العملية التعليمية لدعم جودة التعليم؟ شكرا لحضرتك على الدعوة الكريمة. طبعا التعليم زي ما حضرتك تفضلتي قلتي من أهم الركائز لبناء الإنسان المصري، فده مهم جدا والدولة مهتمة بيه جدا. التعليم العالي حصل تنوع كبير وعدد ضخم من بناء للجامعات المصرية سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو الدولية. يعني الأهلية زي ما حضرتك تفضلتي قلتي دلوقتي في 20 جامعة أهلية، أحدهم اللي هي جامعة مصر للمعلوماتية، وكان الغرض منها هو التنوع في هذه الجامعات، الحفاظ على تعليم متميز. والتعليم المتميز بيجي من خلال اللي هو إنشاء البرامج التعليمية أو توفير برامج تعليمية على مستوى عالي من الجودة بالاتفاق والتعاون مع جامعات، مع كبرى الجامعات الدولية، وده بيحصل مثلا على مستوى جامعة مصر للمعلوماتية. بالفعل حصل اتفاق مع كبرى الجامعات الدولية وكان في التوافق بين المناهج بتاعتنا والمناهج بتاعتهم. كمان التنوع في الجامعات والغرض منها، يعني جامعة مصر المعلوماتية هي جامعة تخصصية في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا أنشأتنا أو مؤسسنا هو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. هي جامعة في التخصصات اللي مطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي، جانب منه اللي هو الاهتمام بالتعليم، والجانب الآخر هو اهتمام بإن الخريج يكون مؤهل لسوق العمل، وده اهتمت بيه الدولة جدا على مستوى الجامعات كلها، وبالتالي اتفاقيات دايما مع الشركات القطاع حسب طبعا التخصصات المختلفة في الجامعات، والشركات دي بتبقى جزء من التدريب للطالب، جزء من ان هي تشترك حتى في الجانب العملي للطالب في معاملنا او في التدريب المختلف المتنوع، والحقيقه شراكات باشكال مختلفه. طيب دكتوره، من فضلك، يعني الى اي مدى الجامعات المصريه الان تعتمد على فكره الوسائط التكنولوجيه في الدراسه، في التدريب، يعني في مختلف المهام التي تقوم بها؟ ده حقيقي، لأن الجامعات الحديثة كلها هي بنقول إن هي جامعات ذكية، جامعات مبنية بفكر إن هي استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في جميع المهام بتاعتها، فمش بس التدريس بيكون في هذه التخصصات زي عندنا، إنما استخدام التكنولوجيا. يعني أنا ممكن هدي مثال عندنا، إني مثلا لو طلبة مش موجودين فهم ممكن بيبقى بيتسجل لهم المحاضرات، ممكن بيدخلوا من خلال الفيديو كونفرنس، ممكن بيدخلوا بأونلاين كورسز بشكل متنوع. فطبعا التكنولوجيا داخلة حضرتك في كل حاجة. الجامعات دي جامعات مجهزة بأحدث التجهيزات اللي تستخدم في العملية التعليمية بحيث أنها تخليها عملية يستفيد منها الطالب جدا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتورة ريم بهجت رئيسة جامعة مصر المعلوماتية.